طيب هنروح بقى لمسلسلات رمضان ونجمة الأعمال الوطنية في شهر رمضان إنجي المقدم اللي حقيقة قدمت لنا السنة دي شخصيتين رائعتين. الحقيقة شخصية نزلي شوكت تحسين اللي كانت عميلة ودلوقتي بقت مهمتها كشف العملاء في المخابرات التركية في مسلسل هجمة مرتدة، وشخصية نادية زوجة المقدم زكريا يونس في الاختيار اتنين. احنا معانا على الهاتف الفنانة إنجي المقدم، يعني حقيقي برحب بيكي و أعمالك رائعة، تمثيلك مختلف تماما، الشخصيتين يعني بينهم يعني حالة غريبة أو ما قدم لنا الحقيقة حالة غريبة. أنت عارفة طبعا اللي بيعمل شخصية الجاسوس بيحصل إيه، صح ولا إيه؟ صح. أولا ميرسي ليكي قوي يا دينا، وميرسي على كلامك الحلو ده، والحمد لله، يعني مش عارفه اقول ايه، بس الحمد لله، الف حمد وشكر. لا انا عايزه اسمع منك ابرز التعليقات على شخصيه نزلي، خلينا نبدا بيها. انا الشخصيه شريره بس بهدوء يعني. عايزه اقول لك ان انا كنت خايفه قوي من شخصيه نازلي دي، لانها طبعا هتتكرهي اكيد، يعني مش شخصيه تتحب خالص، مكر ودهاء وقدر كده وبيتعمل لها الف حساب، فكنت يعني مرعوبه منها، بس الحمد لله يعني انا سعيده قوي قوي بالتجربه دي، وسعيده قوي قوي بتجربتي مع المخرج الاستاذ احمد علاء وهند طبعا حبيبة قلبي، والمجموعة طبعا كلها مسلسل يعني كله رائع، أستاذ أحمد عز وهشام سليم وكل المجموعة، فخورة يعني إني أكون جزء من المسلسل الحمد لله. طيب لما كلمك المخرج أحمد علاء في أغسطس اللي فات تقريبا يعني عن شخصية نزلي، شفتيها إزاي؟ وإيه الصورة اللي اتكونت في دماغك عن نزلي؟ يعني كمان قدرتي يعني تجمعي معلومات عنها إزاي؟ الشخصية دي مين؟ الشخصية دي إزاي يعني؟ احكي لنا تفاصيل. هو اول ما كلمني طبعا قعدنا مكالمه طويله كده بيشرح لي فيها الشخصيه، وانا وقعت بغرارة الحقيقه من اول المكالمه، يعني لانها حاجه جديده، انا بحب كده، بحب اني دايما يعني اتحدى نفسي، يعني اعمل حاجه مختلفه كل مره يعني، فدي كانت حاجه حقيقي مختلفه. ما خفتش طبعا منها يعني، لانه كنت بحاول اني اشوف انا ممكن اقدر اعمل ايه فيها يعني. ما فيش حد معين يعني كان في دماغي، لكن قعدت درست الشخصيه، يعني ممكن تكون بالمواصفات دي، مشيتها مثلا تكون عامله ازاي، قعدتها عامله ازاي، بصيتها عامله ازاي، تفاصيلها يعني هتكون عامله ازاي، تخيلتها في دماغي وبدات اجرب في اول التصوير كده، والحمد لله شويه بشويه بشويه بلورت الصوره عندي في دماغي، والحمد لله قد كانت يعني. طيب كلمينا بقى عن التحضير لمسلسل الاختيار، ولما قعدتي مع زوجة الضابط زكريا الحقيقية اتكلمتوا في ايه؟ دي كنت برضو مرعوبة منها قوي، لان يعني انا كنت عارفة ان الاختيار طبعا عمل مهم جدا يعني، وعمل خاص جدا، وليه اصلا شعبية من قبل يعني، عارف مثلا قبلها يعني، هو اصلا عمل ناجح لوحده يعني، فكنت الغلطه فيه فورة، عارفه زي ما بيقولوا يعني، انك هتعملي دور في مسلسل انت متاكده انه هيتشاف كويس جدا، او يعني هيتشاف قوي يعني، فكنت قلقانه برضو منه جدا، بس برضو زي ما انت بتقولي قعدت مع مدام هبه بصراحه يعني استفدت منها كتير جدا جدا جدا، كانت قاعده مهمه جدا، اخدت نوتس، كتبت تفاصيل، كتبت مع يعني ملحوظات كتير قوي من كلام هي قالته، وحاولت اقرب من اللي قالته لي على قد ما اقدر في حدود طبعا السيناريو اللي كان مكتوب. تمام. كان اول يوم تصوير ليكي في المسلسل هو مشهد ابلاغك لرشا ان زوجها الضابط محمد مبروك استشهد، احكي لنا كواليس تصوير المشهد ده بالظبط. لا محتاجين نعرف منك يعني حقيقي الكواليس في المشهد ده تحديدا كانت عامله ازاي. طبعا كنت مرعوبه لانه كان اول يوم ومشهد مهم، ومشهد بشرى زميله وصديقه عزيزه جدا، وما كنتش عايزه اني ابوظ لها اي حاجه يعني في المشهد ده، لانه كان مشهد صعب عليها جدا وعليا يعني، المشهد كان صعب في المطلق يعني. فاحنا الاثنين حاولنا على قد ما نقدر طبعا، اجتهدنا مع طبعا الاستاذ بيتر ميمي، انه حاولنا نكون نخليه حقيقي على قد ما نقدر، كان في يمكن كلام اكتر في الحوار اللي في المشهد،
ما اعرفش يعني، كنت حاسه انه مش وقت حوار كتير كلام كتير يعني، هو مشهد صعب في جمل محوريه جمل مهمه المفروض تتقال، والباقي هو ادانا مساحتنا الاستاذ بيتر ان احنا يعني نرتجل، مش نرتجل بس نحسه ونطلعه زي ما احنا حاسينه اكتر، وده حاجه طبعا يعني بشكره عليها جدا يعني. واتاخد الحمد لله من اول تيك، واتاخد مره واحده. احنا بنهنيكي، لا حقيقي يعني والله احنا بنهنيكي على يعني الاعمال الرائعه اللي قدمتها لنا في رمضان، وحقيقي انجي المقدم نجمه الاعمال الوطنيه في شهر رمضان 2021، انا بهنيكي عليه، وكل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا دينا، وكل المشاهدين طيبين، ورمضان كريم، متاخره شويه بس رمضان كريم وعيد سعيد بقى عليكي وعلينا يا رب. اشكرك شكرا جزيلا انجي المقدم.